كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. في الحقيقة هذيك المسميثة الأخت مريم نابغة وبنت نابغة عطاتنا واحد نموذج لهذا الدول الإسلامية والدول العربية بخصوصها. ما كانش شي وحدة تنتصوروا تكون هكا، وكنا فرحانين بها بزاف. الله أعلم بما في صدورنا، هذا الشيء ما عندي. الله يكمل عليها بالخير، الله يكمل عليها بالخير، هي والعائلة ديالها والأسرة المغربية كلنا. وهاد البنيته هادي شرفت بالمغاربة، وكنتمنى كاع ولادنا كاملين يكونوا بحال هذاك، وكتعطي واحد اكزامبل للدراري ديال المغاربة كاملين وبنات المغاربة كاملين. الرأي ديالي في مريم أمجون جو بونس رأي ممتاز بزاف. بالنسبة للمخارج الحروف عندها ممتازين بزاف، وبالنسبة للغة العربية الفصحى تنطلب من الله أن يكون جاتني أن الغير أن يكون وليدات المغاربة بحالها، وكون وليداتي تأنا في ذاك المستوى، والله يرضي عليها ويخلي لها والديها اللي شجعوها على ذاك القراءة. المستوى اللي شت أنها قرأت قالت أنها قرأت 200 وشاركت ب60 كتاب، عجبتني بزاف أن بنت تقرأ في سنة واحدة 60 كتاب. سبق الله عليها، راه ممتازة بزاف. وهذا ما نقدر نقول زعما على هذه البنيته، والله يرضي عليها ويخليها قدوة لنا، وشرفتنا، شرفت المغرب وشرفت كل شيء. هذيك البنيته هذيك شرفتنا ورفعت راس ديال المغاربة كاملين، وحنا كآباء كنتمنى وليداتنا يكونوا بحال هكاك ان شاء الله. وهذيك مفخرة للمغرب، وتفاجأنا واحد المفاجأة اللي دخلت السرور للقلب ديالنا، فهمتيني؟ وكنتمنى ان شاء الله على مستقبل زاهر، وتكون قدوة للجيل الصاعد إن شاء الله، وأحيات التفكير في الدراسة دي اللغة العربية، وبنادم يمشي بها بعيد رغم بعض المحاولات باش يطمسوا الهوية العربية ديال المغرب. لما كنت في الجزائر شفت في الفيسبوك الطفلة الرائعة مريم، حقيقة اللي شرفت المغرب وكاع المغرب العربي في الخليج العربي. وان هذه مريم اذا كانت تشوفية نعطيها هدية من عمو منصف اللي هو الفونتريلوك في الجزائر، هدية باش نضحك هاك. شوفي مريم، انا قلبي يحبك، قلبي اكسابا انت شكون تحب قلبي يا اخي؟ عجبتك مريم؟ عاود قول لي هايلة. باي 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 باي.